برضو بألوانها على 65 تلبس سنتر النهار. عامل لكم تشكيلة جبارة لشغل شتوي الأطفال والمحير والبيبيهات وكمان الرجالي والمحيرات البناتي والمقاسات الخاصة. النهاردة عامل لكم عرض حلو جدا، كل تشكيلة البراندات والمصانع اللي موجودة في مصر كلها هتلاقوها موجودة عنده، من أول الحاجات النص لوكس لللوكسيات للبراندات بقى زي تي ام ورايا وشغل بونجورنو وشغل كتير جدا هتلاقوه موجود عنده. عنده الترنجات كلها معظمها تنفع معاكوا خروج، سواء حضانات سواء مدارس سواء دروس. زي ما انتم شايفين التشكيل هناك جبار يا جماعه، كل اللي تتخيلوه واللي ما شفتوهوش في تشكيله الاطفال هتلاقوه موجود هناك. عندنا شحن كمان من اول قطعه، بس اللي يروح يقول جاي تبع قناه يوميات مكه عشان يستفاد بعروض الفيديو. شغل الميلتون والقطيفه والشغل الخروج كمان البناتي هتلاقوه موجود هناك. العروض دي كلها لكل متابعين مكه لانهم اتصور في نهايه الفيديو، محدش يطلع مع سمسار. وعلى بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك اسلام؟ الحمد لله. عامل ايه يا علي؟ الاخبار؟ سنتر النهار اقل الاسعار لشغل الاطفال، هنبدا بيه معانا 100 جنيه. ده شماعه؟ دي شماعه النهارده ب 100 جنيه، شغل شتوي على 100 جنيه. تلبس حلو، في منها اشكال كثيره ومن لك كثيره تلبس سنه يا جماعه على 100 جنيه. زي ما انتم شايفين الشغل ده ميلتون مبطن على 100 جنيه. تمام، معاك ايه يا علي؟ ب 65 جنيه. حلوه والله. ده دي بولر يا جماعه، بولر ب 65 جنيه. بصوا بالوانها على 65 تلبس سنه برضو، سنه سنه ونص واتنين كمان. حلوه دي. تمام، تسلم ايدك. تمام، مواليد ب 95 جنيه. دي مواليد على 95 لحد سنه على 95 جنيه. في منها اشكال. تمام، الوان منها على 95 جنيه. حلوه، تسلم ايدك. كذا شكل منها على 95 جنيه. معاك ايه برضو يا علي؟ هترجع لي خطوه يا علي، ارجع لي خطوه معلش. حط لي البنطلون جنبها ياخدوا سكرين كده. دي برضو على كام النهارده؟ دي النهارده ب 100 جنيه. حلوه على 100، تسلم ايدك. كل ده ب 100 جنيه ملكم. خمس مقاسات يعني تلبس لحد كام كده يا علي؟ لحد اربع خمس سنين. كل مقاس بيطلع 10 جنيه على كل ده ب 100؟ كل ده ب 100. كل ده ب 100 جنيه. حلو، ده على 100 جنيه، تسلم ايدك. تمام، كل مقاس بيزيد 10. حلو، تمام. نيجي بقى 40 جنيه غطس. ده غطس مبطن يا جماعه، غطس فولر، غطس مبطن فيلر على كام قلت لي؟ 6/8/10 ب 240 جنيه. 6/8/10 على 240 جنيه. في منه الجرسوني برضه. الجرسوني اللي هو المحير اسمه له ميديم اول الشبابي. 270. بص الله، حلو والله وسعره حلو على 270 جنيه، سمول وميديم. كل ده غطس مبطن. تسلم ايدك. التليجرام هسيبه لكم في اول تعليق عليه الشغل كله يا جماعه. تمام، تسلم ايديك. وادي المحير بتاعه موجود، والمحير بتاعه برضه. احنا شفنا بقى كده منه الشبابي والمرحله الصغيره، وده المحير. 250 ب 250 جنيه، تسلم ايدك. تمام، بصوا معانا حاجه. ده ميلتون ولا ايه؟ ده ميلتون برضو. عامل كام ده؟ عامل 210. ده النهارده معانا على 210 ميلتون يا جماعه. حلو قوي على 210. المقاس ده مقاس 2. لحد مقاس كام موجود؟ لحد مقاس 10. لحد مقاس 10، كل مقاس بيزيد 10 جنيه. بيزيد 10 جنيه. تمام، ب 35 جنيه. ده ب 235، ده غطس برضه. غطس مبطن على 235 جنيه، مقاساته ايه يا اسلام؟ 6/8/10. تسلم، تمام. معاك ايه يا علي؟ غطس برضه؟ ده مقارب لده صح ولا ايه؟ اه، شبيه ليه. شبيه ليه، ده كام برضه؟ 6/8/10. 6/8/10. 245 جنيه، تمام. بصوا ده. 175. مواليد على 175 جنيه. 1 2 3. 1 2 3 ده ميلتون مبطن، يمشي معاكم حضانات. حلو قوي يا جماعه. شكل منه كذا رسمه. كذا شكل وكذا رسمه. ده رسمتين. دول رسمتين برضو تانيين اهم يا جماعه. 3 4 رسومات تانيه. تمام، كل ده 1 2 3. هنيجي لحاجة برضو ميلتون بناتي زي كده. لا، افرد لي الكتف من الكتف كده. بصوا حلو قوي ده. ده النهارده مقاساته كام؟ من 6 ل 12. من 6 ل 12 وسعره 225. 225 جنيه. من 6 ل 12 يا جماعه عامل 225 جنيه. بيزيد في المقاس ولا هو سعر واحد كله؟ سعر واحد على 225. حلو ده. تمام، تسلم ايدك. بصوا كده اللي معانا ده ولاد، حاجه زي كده 10 12 14. افرد لي من الكتف على طول معانا يا علي. ايوه كده. كام ده النهارده؟ 285. 285 جنيه. مقاساته؟ ثلاث مقاسات. 10 14. من 10 12 14. حلو ده. ال 14 يلبس مثلا 12 13 سنه على حسب جسم الطفل برده. تمام، في ايه تاني معانا؟ بصوا معانا حاجه زي كده برده. تمام، ده غطس برده مبطل. كام النهارده الغطس؟ 6/8/10 ب 280 جنيه. 280 جنيه. 6/8/10 ده اصغر مقاس فيه 6. ايوه بس 6 يلبس معاكوا 4 5 سنين مش اكتر. حلو، تمام. هو حاسب عليه الباقي.
بصوا معانا ده برضو بناتي قمر، ده بكام؟ ب 240. مقاساته ايه برضه؟ 10 12 14 على 240 جنيه. تمام، اي موديل بتشوفوه الوانه متاحه، وفي موديلات تانية هتلاقوها في لينك التليجرام اللي في اول تعليق مسبب. تمام، كمل معانا يا علي. ده برضه مقاساته كام؟ 1 2 3 ده برضه ب 210. 1 2 3 تمام، تسلم ايدك. كل حاجه بالوان اصغر مقاس، تسلم ايديك. تمام، معانا برضو حاجة زي كده أولاد بكام؟ 240. خلي وش عيد اللي هي 4 6 8 على 240 جنيه. تسلم إيدك، برضو ألوان متاحة منه ومقاساته كلها موجودة. حلو ده، تمام. معانا ده برضو حلو البناتي ده 10 12 14 ب 270 جنيه. 10 12 14 ده أصغر مقاس فيه، عامل 200 وكام؟ 270. حلو ده، ده مصنع بيانو ده ولا إيه؟ بيانو صح؟ بيانو حاجة محترمة سعر وخيمة بصراحة. عايز أقول لك عاملين شوية ألوان أنتوا السنة دي خطيرة بجد. حلو ده الأقصى، خلي وشه ليا يا علي. ده ب 235 جنيه، أنت جاي تتفرج عليه دلوقتي على 235 جنيه. مقاساته ايه؟ من 6 ل 12. من 6 ل 12 على 235. حته حلوه قوي. البنطلون بتاعه كمان اللي هو الواسع الزراير شكله شيك جدا ده. تسلم ايدك، تمام. بصوا معانا ده برضو بناتي 235. 235 جنيه مقاساته، اعدله ليا. 6 12 كام؟ 6 كام؟ من 6 ل 12. من 6 ل 12 على كام؟ 200 كام؟ 235 جنيه. حلو ده، في حركات كده في البنطلون شكله حلو. تسلم ايدك، برضو الوان موجوده منه. تمام، معانا برضو حاجه قمر زي كده. حلو ده، محير ده كام النهارده؟ دفاي ده ترنج، حرام دفاي. ماشي، اعتبرها دفاي. عطيفه بره بس ب 225، بس هو ترنج والله حلو مش دفاي. اه تمشي ترنج بيتي، حلوه جميله. في منها بناطيل. ده باشا بولر بناتي، ده بولر بناتي من 6 ل 12 ب 235 جنيه. من 6 ل 12 تمام. واللي معاك ده يا علي كام برضه؟ 235. من 6 ل 12 على 235. تسلم، الشغل عندنا كميات زي ما انتم شايفين. 315 يا باشا اللي جاي ده ب 315. مقاساته محير ميديم لارج اكس لارج لحد اكس لارج محير. قلت لي كام يا اسلام؟ حلو ده 315. ده ميلتون 315. حلو، كذا مرحله موجوده من. بص الميلتون اللي مع علي ده برضو، ده برضو محير يا علي. 315 برضو ميديم لارج اكس لارج. حلو تمام. 235 يا باشا من 3 ل 5. 135 235 انا قلت برضو 235 من 3 ل 5. حلو ده تمام. معظم شغل الترنجات السنه دي معانا كله يعتبر زي الخروج وحضانات ودروس. تمام، حلو قوي، تسلم ايدك. بص اللي جاي 215 بقى، قطيفه بره وجوه. قطيفه بره وجوه. المقاسات 12 14 16. 12 14 16 قطيفه بره وجوه ب 315 صح؟ 315. حلو ده تمام، تسلم ايدك. خد عايز، خد خد. بص كده اللي جاي ده، المقاسات برضو يا علي من 6 ل 16. كل المقاسات سعر واحد؟ 285، يعني من المرحله الصغيره لحد المحير. حلو ده تمام، الاقصى تمام 270 جنيه بس. 270 جنيه منه ثلاث اشكال ثانيه. الاقصى يا جماعه الغطس. تمام، تسلم ايديك. بصوا الحته دي برضو 1 2 3 دي كام برضو؟ 185. 185 جنيه 1 2 3. معظم الترنجات اعتبرها خروج. 4 6 8. 4 6 8. 185 جنيه. 185 جنيه. حلو ده تمام، تسلم ايدك. بصوا حاجه زي كده برضو 10 12 14 16 لحد مقاس 16، اللي هو يلبس 14 سنه صح؟ اه 220. حلو ده 220 يا جماعه. حلو، 3 رسومات. معاك ايه يا علي؟ حلوه دي من 6 ل 12. كام السعر؟ 235 جنيه. تسلم ايدك، تمام على 235. الناس بقى اللي بتعشق الحاجه اللي غسيل واللبس، تي ام والله جايبه منه من السنه اللي فاتت صيفي وشتوي حاجه غسيل ولبس. تحفه تحفه، ده حاجه خطيره تحصل فيها اي حاجه بتاعها على طول. تمام، حلو، وعلى ضمانتي برضه. من 6 ل 12 بكام؟ من 6 ل 12 السعر 615. 615، اعذرونا بقى على الاسعار دي. ارجع لي بس خطوه، سمول ميديم لارج كام النهارده؟ 295. 295 جنيه سمول ميديم لارج. حلو قوي قوي ده، تسلم ايدك. تمام، البنطلون قطيفه، البنطلون قطيفه والجاكيت بتاعه بولر.
تسلم ايدك. تمام تي ام يا جماعه من المصانع المحترمه قوي، وماكس برضو مصانع حلوه جدا. ده برضو تي ام ولا ايه؟ ده ماكس. ماكس لسه بقول والله. اوفر سايز كام النهارده؟ 535. اللي عايز حاجات البراندات اللي هي غسيل ولبس ده بصراحه يعني حاجه محترمه ميلتون ما يوبرش يعني بعد سنه. تعالي اسالي كمان ما يوبرش. تسلم ايدك. تمام بص اللي جاي ده برضو. ده ايه ده؟ ده رايا رجال. رايا رجال. رايا بيعمل شويه شغل اصلا في الصيفي لوحدهم فخامه يعني. الهوت شورت بتاعه والبرمودات بتاعته رايا من المصانع المحترمه الرجالي، والمقاسات موجوده لحد 3 اكس صح؟ 3 اكس ده باشا اللي هو في رايا 5 اكس. ده بيقولوا عليه ترنج، بس هو جاكيت خروج يعني اعتبروه جاكيت خروج. ادي اول قطعه. معلش علي ارفع معانا القطعه دي. تمام. واندر شيرت قطن زي ما انتم شايفين. واجي البنطلون ده المفروض ترنج 3 قطع. كام؟ 1125. بس ما تقولش حاجه تاني لحد 3 اكس مش هنكرر السعر، انتوا سمعتوه. بس بجد حاجه فخامه تحفه، ورايا من الخامات المحترمه اللي بتلاقوها اصلا في البراندات بتاعت وسط البلد، بس باسعار اكتر من كده كمان. تمام معاك ايه برضو؟ المحير. طب يعرض معانا بونجورن. انت لقيته بقى جاب ماركات، قلت اجيب لكم بونجورن بالمره. يعني ايه ده من 2 ل 5؟ بونجورن برضو من المصانع المحترمه قوي. بصوا تمام ارفع بقى كده. ايه يا علي الجمال ده يا علي؟ كام النهارده ده؟ 470 جنيه. ده اللي هو يا جماعه بونجورنو على 470. حب يعلي معاك في الاطفال. كام النهارده اللي معاك ده؟ 545 رايا. ده رايا اللي هو الاطفال. وايد ليج اوفر سايز. تمام وايد ليج اوفر سايز. حلو قوي ده. تمام تسلم ايدك. مقاساته طيب؟ من 4 ل 8. من 4 ل 8. تسلم ايديك. تمام كمل معانا. عجبته الشنطه. معانا شغل الاقصى برضو. ده 3 قطع. لا ترجع لي يا علي كده، انت داخلين في الكاميرا خالص. هيبان وما انا مزومالك. بصوا ده 3 قطع يا جماعه رايا. 1 2 3. بنطلون بالتيشيرت بالجاكيت بتاعه كام النهارده؟ 225 جنيه. حلو ده على 225 جنيه شكله فخامه. تسلم ايدك. تمام ب 225. معانا ايه تاني؟ ده بلوش. حلو ما تجيب لي البنطلون جنبه واعرضه وقول لي سعره. ياخدوا سكرين كده. افرد لي بقى بكام؟ قلت لي بكام؟ 190. 2 و4 ب 190 جنيه. حلو ده. تمام تسلم ايديك. كل ده انا عايزه اقول لكم دروس وحضانات ونوادي يمشي معاكم، مش هيقول لا. معظم الترنجات الشتوي بتمشي معاكم خروج حلوه جدا. ده برده بلوش. افرد لي التيشيرت على 160. 6 8 10 على 160 جنيه. ده بلوش يا جماعه. تسلم ايدك. تمام حلو قوي. في ايه تاني؟ بصوا برضو ده برضو بلوش. 12 14 16 بلوش. كام؟ ب 215. الوانه كلها موجوده. ال 16 يا جماعه يلبس 14 سنه عشان تبقوا عارفين يعني. المقاس بتقللوا منه رقمين يلبس يديك السن على طول، يعني 16 يلبس 14، 14 يلبس 12 كده على نفس النمط. بصوا اللي جاي برضو. ده بلوش برضه ولا ايه؟ ده 16 بتاع. بس حلو قوي ده. ده بلوش ال 16. بص عشان يبان. والبنطلون لا ترفعهم لي معلش مع التيشيرت. بصوا الجمال. طب والله حلو قوي. ده اللي هو المحير. ده المحير. عامل كام المحير بلوش؟ عامل برضه 215. 215 حلو قوي. مراحله كلها موجوده. شغل ده تطريز واللي هنا طباعه. تسلم ايدك. تمام. ده ايه؟ ده نفس المقاس ولا حاجه ثانيه؟ سمول ميديوم اللي هو يعتبر اول الشبابي بتاعه. والالوان حلوه قوي على فكره مع البناطيل. واول الشبابي كام النهارده برضو؟ ب 270 جنيه. بصوا الجمال ده النهارده على 270 جنيه. حلو ده. تمام سمول ميديوم شباب. تسلم ايدك. تمام حلو. معانا برضو حاجه زي كده. ده البيكا. ده ترنج بيكا يعني غسيل ولبس ولا يوبر ولا ينسر ولا كلام من ده خالص. بصوا الوانه كلها تحفه. ارفع لي بس حته كده بنطلون مع التيشيرت يبانوا. ارفع لي البنطلون كده. بصوا الجمال. ده ترنج يا جماعه بيكا على كام النهارده؟ 360 جنيه. اربع مقاسات بيكا ب 360. من كام لكام؟ بصوا الوانه يا جماعه. من 4 ل 10. حلو حلو قوي يا جماعه. الوانه تحفه. والبنك البناتي كل ده قلنا بكام؟ ب 360. 360 من 4 ل 10 اللي هو يلبس لحد 8 سنين. لغايه 8 سنين. تسلم ايدك. تمام. نيجي بقى لبراند ميدو كيدز يا جماعه. عامل لكم حته حلوه قوي.
واحد اتنين تلاتة حتة فخامة شياكة. الشغل ده جلد وحتة كده رب مضلعة من هنا بارزة البرة كده زي ما انت شايفين. ودي كام؟ 255 جنيه والله فخامة شكلها شيك قوي على 255. تسلم بألوان حلو وتمشي ولادي وبناتي على حسب اللون على فكرة. حسب اللون. تسلم ايدك. تمام. انا برضو البيكة الاولاد يا جماعة ميدو برضو ميدو كده ميدو كده ميدو من المصانع المحترمة. مقاساته برضه 4 6 8 10 هترفعها لي بقى. فعلنا كده لو عاملين لكم منشن الوان حلو قوي. وكم النهارده دي؟ 360 برضه نفس سعر البناتي 360 جنيه. حلوه دي على 360. والبيكا بقى اعتبروها غسيل ولبس لا توبر ولا تنسر وبيكا مبطنه حاجه محترمه. تسلم ايديك. تمام. معانا حته ثانيه زي كده برضه ولادي. مقاساتها كام؟ من 4 ل 10. من 4 ل 10 والسعر 345. 345 جنيه. حلوه 345 من 4 ل 10. واسالوا على مصنع ميدو كيدز ده لاني خامته حلو قوي بجد. يعني عندي منه برضو ترنجات بقالها سنتين وتحفه. تسلم ايدك. في معانا حته زي كده برضو ودي خروج رسم برضو مموهه زي ما انتم شايفين. المقاسات مقاسات يا باشا من 6 ل 12 برضو. من 6 ل 12 حلو. مقاساتها كتير ب 210 من 6 ل 12 على 210 واخده من هنا تجزئه زي ما انتم شايفين. حلو قوي دي. ده شكل تاني برضو خروج ثلاث قطع الجاكيت ومعاه اندر شيرت والبنطلون. كل ده كام برضو؟ كل ده ب 210 زي ما انتم شايفين ثلاث قطع على 210. حلو قوي قوي. وده المقاس كام ده؟ مش باين هنا. ده مقاس 16. ده 16 لا بس مقاساته صغيره. لو ده 16 16 يلبس 12 سنه 11 سنه بس ده مش 16. ده 12 سنه 12 ما انا بقول لا ما يجيبش 16. ده 12 لا اللي يلبس 10 سنين حتى 11 سنه مش اكتر. تمام. بصوا كده كل ده ب 210. كل ده النهارده على 210 حاجات. بصوا الشغل ده كله تطريز على 210. تمام. كل ده ب 210. تسلم ايديك. تمام. عندنا الحته دي ثلاث قطع. الشغل ده كابوتونيه والحته دي اندر شيرت ميلتون مطرز. لو هتتفتح كمان الجاكيت هيبقى شكله حلو بالجاكيت. ثلاث قطع اهي يا جماعه شكلها حلو قوي. لو عايزه تفتحي جاكيت وتبقى القطعه اللي تحت باينه بيبقى شكلها شياكه. والثلاث قطع دول كام النهارده؟ 210. ب 210 عرضنا احنا. طب و 210 موديلات كتير على 210. بصوا شكله تحفه. تسلم ايدك ظبطتها على 210. تسلم. تمام. عندنا طقم بناتي قمر زي كده. ده ايه؟ جاكيت بالبنطلون بتاعه. حلو ده. بس مقاساته ايه؟ من 2 ل 5 بس كده يعني ما بكبرش مقاسات ليه فيه. ده من 2 ل 5. حلو ده. قرب لي بس. ده مبطن ووتر بروف يا جماعه. مبطن فرو من جوه. وده يبقى كام؟ 330. 330 من 2 ل 5. ده مقاس 2؟ ده مقاس 2. يلبس سنه ونص سنتين وخمسه يجيب لكم 3 سنين 3 ونص. تمام. تسلم ايديك. بصوا ده طقم ثلاث قطع ولادي مقاساته لحد 10. ده الجاكيت بتاعه فار. وعايزه اقول لك يمشي بنات. يمشي بنات والله. يقول لا يعني هو اولادي شياكه. هو اولادي بس يمشي برضو بنات. الوان موجوده. الوان كلها موجوده. الجاكيت اللي لونه بيختلف. ايوه باشا. واندر شيرت ابيض والبنطلون بتاعه اسود. وده كام النهارده برضو يا علي؟ ده ب 400 جنيه. ده النهارده ب 400 جنيه. طقم ثلاث قطع اهو يا جماعه على 400 جنيه. خدوا سكرين شكله حلو قوي ب 400. تسلم ايدك. تمام. ده برضه مصنع وبراند. انا عايز اقول الاسعار عندنا بادئه من اقل من 100 جنيه و100 جنيه وفي حاجات بتوصل ل 1000 وكسور. الميزه هنا ان انتوا بتاخدوا حاجات. اللي عايز حاجات هادي موجود. علي موجود. والحته دي من ضمن الحاجات الفخامه. كام برضه دي؟ 285. 285 1 2 3 على 285 جنيه. تسلم ايدك. تمام. اللي بيدور على حته خروج فخامه دي شياكه والله عجباني قوي. بعيدا عن السعر خامه خامه وشكل وتحفه. حته خروج الخامه نفسها بالضمان. ميلتون بالضمان. كام النهارده؟ بتاعوا الاسلام هنا ب 310. بس دي 1 2 3 ولا ايه؟ لا ده من 9 شهور لسنتين. لحد سنتين. حلو قوي قوي شكلها فخامه. تسلم ايدك. هو بيقنعني برضو ان دي حته بيتي بس انا بقول لكم دي حته خروج فخامه. كام النهارده الخروج القمر دي؟ بس عايز اقول لكم دي بيكه وبيكه مبطنه قطيفه. يعني الحته مبطنه قطيفه ودي بيكه. والشروال كام النهارده دي؟ 420. دي النهارده ب 420 جنيه. حلو قوي دي على 420. تسلم ايدك. تمام. عندنا الحته دي برضو خروج بسكوته. مقاساتها من 3 4 5. 3 4 5 عامله كام برضه؟ 295 جنيه. الوان متاحه وترنج خروج رسمي يعني طقم خروج حلو قوي. تسلم ايديك. تمام. بصوا معانا حته بولر زي كده برضه. والحته دي حلوه قوي.
بكام النهارده دي؟ ب اللهم صل على النبي 220. دي ب 220 والمقاسات من 2 ل 5. من 2 ل 5 على 220. وده بولر زبده اللي هو الناعم ما ينسرش، مش البولر اللي بينسر. وبرده من جوه كده زي ما انتم شايفين مبطنه حلوه. تسلم ايدك. انا بعمل حسابك. بصوا معانا برده ترنجات رجالي مقاسات لحد كام؟ لحد 3 اكس. تمام. وده اللي هو المبطن يا جماعه كام النهارده ده؟ 335. ده اللي هو المكستر من جوه، مش البندكس، البندكس قطي، فده مكستر من جوه. 335 لحد 3 اكس يا جماعه 335 جنيه. الوانه متاحه. تسلم. تمام. عندنا بقى ترنجات البراندات، وده مقاساته لحد كام؟ راي يا جماعه لحد مقاس 16. ارجع لي خطوه برضه يا علي. كام النهارده ده يا علي؟ 715. ده ب 715. انت كده اختفيت. ده 715 شكله تحفه حلو قوي. على 715 الخامات بتاعت رايا اسالوا عليها برضو واعملوا سيرش عنها، هتعرفوا ان هي قصار اصلا ولوفات يا جماعه. حلو قوي قوي. تسلم ايديك. الشحن عندنا من قد ايه يا علي؟ من اول قطعه. من اول قطعه. تمام. اسلام رد عليك. من اول قطعه. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني؟ عندنا برضو البلوش الرجالي، وده مقاسات اكس لارج و2 اكس و3 اكس لحد 3 اكس. سعره كام؟ 235. 235 جنيه لحد 3 اكس رجالي. تمام. والمرحله الاكبر؟ المرحله الاكبر 5 اكس و6 اكس. 5 و6 اكس. وسعرها؟ 270. يعني ده موجود لحد 5 و6 اكس يا جماعه. تسلم ايدك. حلو قوي. والوانه كلها متاحه. ده بلوش يا جماعه، ده بلوش. هنيجي لحاجه زي كده برده 210. ده ب 210. 12 14 16 ولا ايه؟ 10 12 14. 10 12 14. بصوا كده اهو، ده ب 210 وموجود منه برده الوانه كلها. تسلم ايدك. تمام. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند سنتر النهار. العنوان بالتفصيل هيتصور لكم في نهايه الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق، والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. يجي بقى العنوان. احنا واقفين دلوقتي انا بصور لكم من قلب عمار بزرع اللي في وشنا على طول. ده جراش العتبة زي ما انتم شايفين كده، عملت لكم عليه زوم كمان قدامنا على طول، حامل المسك وفتحة خيط. والشارع اللي جنب الجراج ده اللي هعمل لكم عليه زوم، ده بتخرجوا منه من محطه مترو العتبه. يعني هتركبوا اي محطه مترو وتنزلوا مترو العتبه وتخرجوا من الشارع ده، هتلاقوا على طول الجراج على شمالكم من الشارع ده. وكمان المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم دلوقتي ده هيكون على يمينكم على طول. بصوا ده المسرح القومي، انا بزوم لكم على الحاجه عشان بس تشوفوها كويس. كده بقى قدامنا على طول الجراج والمسرح القومي والشارع اللي في النص ده اللي بنخرج منه على طول من محطه المترو، واللي احنا فيه ده يعتبر شارع ميدان العتبه على طول. عماره بزرعه في وش الجراج على طول زي ما انتم شايفين كده. هنطلع احنا بقى للدور الثالث عند سنتر النهار في قلب العماره يا جماعه. ودي اليافطه بتاعتهم، ودي المكتب كمان عندهم كل ما يخص بقى لبس الاطفال من اول مواليد بيبهات لحد المحيرات، ولادي وبناتي وفي رجالي، في حريم خروج، في شغل كتير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تبخلوش عليا بلايك وشير. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.